في تصريحات له بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي له بتشكيل الحكومة، قال محلب إنه يعمل على إنهاء تشكيل الحكومة خلال يومين، وإنه يعتبر خطاب السيسي في حفل توليه الرئاسة بمثابة خطة عمل للحكومة الجديدة، مؤكدا أن الحكومة الحالية ستقوم بتسيير الأعمال لحين تشكيل الحكومة المقبلة. منذ نعومة أظافره اتخذ من بيع الكتب والمجلات مهنة له، هكذا يجلس عم خالد على ضفاف النيل فتتعاقب عليه الناس كما تتعاقب عليه الحكومات المختلفة. يرى أنه منذ ثورة 25 يناير لم تستطع أي حكومة تحقيق الكثير مما كان مأمولا منهم، فيطالب الرئيس الجديد بتشكيل حكومة من الشباب تناسب العهد الجديد. أنا رأيي اللي هي صراحة كتر خيرها، هي تحملت مسؤولية كبيرة خلال ال3 أشهر اللي هي مسكتها. من رأيي هي كفاية عليها على كده، وأظن يعني إن السيد مشير رئيس الجمهورية هو يميل للشباب أكتر، فإن شاء الله هيدي فرصة للشباب أكتر. ففي السنوات الثلاث الماضية شهد المصريون مرحلة عدم استقرار سياسي أثرت سلبا على حياتهم اقتصاديا وأمنيا، لكن ما يقرب من 100 يوم التي هي عمر حكومة محلب الأولى كانت كافية لتدفع البعض للمطالبة بالإبقاء على حكومته بعد انتخاب رئيس جديد، إيمانا منهم بقدرته على إدارة البلاد وفقا لهم. من ساعة ما كان وزير إسكان فعلا ثبت أن هذا الرجل رجل دولة، وأحسن اختيار لرئيس وزراء جه بعد ثورة 30 يونيو هو اختيار المهندس إبراهيم محلب. في الوقت الحالي احنا مش محتاجين تغيير، إذا كانوا غيروا في الحدود، إنما حاليا راجل إبراهيم محلب راجل شغال وراجل يعني عارف هو بيعمل ايه في الوقت الحالي. حكومة محلب التي أعقبت حكومة دكتور حازم الببلاوي استطاعت وفقا لخبراء النزول بحجم العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 287 مليارا، بعد أن كان متوقعا أن يصل إلى 350 مليار جنيه. رفعت أسعار الكهرباء، رفعت أسعار الغاز عشان تقلل الدعم، فقللت حوالي 40 مليار جنيه من دعم الطاقة عشان تخفض عجز الموازنة العامة للدولة. منظومة الخبز نجحت فعلا، ودي من إنجازات حكومة محلب، أنه طبقت أولا في بورسعيد ثم إسماعيلية ثم في جنوب القاهرة، وحققت نجاح للقضاء على الفساد في المتاجرة في دعم رغيف الخبز وخصوصا الدقيق أصبح بالسعر الحر. كثيرون قيموا حكومة محلب بأنها الأفضل بين الحكومات المتعاقبة بعد ثورة 25 يناير، الأمر الذي دفع الكثيرين للمطالبة باستمرارها حتى الانتخابات البرلمانية القادمة. مروة عبد العزيز، تلفزيون النهار.